المسلمين. هذا المنبر أنا بحبه بحديث الدكتور هبة أحمد وزير الاقتصاد وزير التربية التي ستصنع هذا المنبر. ويشاركنا في المنبر أيضا البروفيسور عبد المصطفى صالح رئيس القسم التربية والدكتور جمال شركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أشكركم وأسون والأخوات المصريين والسياسة استضافة اليوم. الهدف الليلة نبقي الحوار هو بداية مؤتمر الاقتصاد ونحن نوصل لإصلاح الاقتصاد المتطلب عليه في بين قطاعات السودان. اليوم أتكلم عن أجاب وان طب في النقل. حاجة يعني احنا كنا عقد مؤتمر في مارس الماضي للأسف انه جائحة كورونا الشهر انعكس اننا نقوم بالمؤتمر في وقت الحمد لله احنا اخرين الصعود جدا ممكن يطلعين انا كبير انا حاجة للأساس عقد مؤتمر اقتصادي امر اساس اقتصادي احنا الحكومه الحاليه وخائل كل المجالات ابدا انه تطبق على يكون في شعب وظهير وده اكبر لنجاح الخطه انه تكون متفق عليه عشان ذكرنا مؤتمر الدين انه اصحاب مصلحة بمعلومات مختلفة في سياسة اتخاذ القرار عشان مشروطا عادة مار مخوض اللي هو محتاج جدا ونقول انه قرنا يجب ان تتفر له برمز عبية يريدوا عشان يكون وعي مع المحي الاسلامية في القريب وفي المدى المتوسط بعيد يكون في تنمية بلدنا يطلع برا الان ان شاء الله. ذكر المؤتمر الاقتصادي هو مناسبه تحقيق ادراك حاضرها في القرار الاقتصادي وفي خطه ما انا بقول الرغبه مش ان اعمل مؤتمر ويتم من ادراك العلاج وزول حال والمحتاجين المؤتمر يكون عندنا او يحل واقع ويمكن يعني خلال الفتره الحاليه ما بعد. أهداف المؤتمر هي كثيرة وإن شاء الله عن حاجة فيها بالتفصيل لكن إن نقول إن أصل خرج نظام قازم المؤتمر في كان عندنا تقليل الهدف في الاقتصاد السوداني كلنا نعاني منه في السياسات المالية والنقدية ضعف الإنتاج اقتصاد تزايد على الإمدادات عندها اختلاف الميزان الإداري عندنا تقييم وترتيب على الموظفين طبعا من عنها بمعنى ضال انخفاض العمر الوطني وطبعا نقص وارتفاع نسبه الخط وسط الشعب حد طبعا الزياده 65% كده المؤتمر لازم نناقش فيه بطريقه كامله وهناك جمعيه المشاكل كلها المشكله من ديل تسقط نظام عملنا كلها وجههما زي يعني حرية اعتقاد وعاني ما تعاني شح بدو أما أنا توقف أن تكبير مؤتمر حاجة يكون في سياسة وتراب منسجمة أصل ما النقد واحد وتكون ماشية سياسات أما في بيت المجالات وتحديد طريق الأولوية أو لو شنو كنت أقدر أنا حق جت من يكون صيانة
مواد هي حسوبة ما مع الجميع مثلا الدهب من المنطقة نعيد عمل بطاقة تمكن استغلال الأساس الأمس لخدمة مواطن الثاني الحاجة كثير نسبة المواد الخارجية كمواطن المواطنين لأن باتنا وطن السياسة دعم ويجعل اسماء الداخل والخارجي وكيف الإصلاح بوجوده في أنظمتنا ويكون محاولة تبادل دار العالم وهكذا برضو لازم على سياسة التعاون وأن شيء استغلال المعادن الصالحة زي ما ذكرت يكون في فرصة تقضية واضحة كسكان ونحن المصري أشياء تعظيم الإرادات كامل على الألعاب طبعا وسيلة من الفكر آخر لي أسمع إخواني يبقوا أكثر إحنا نفكر إن مؤتمر اقتصادي شامل هو إلى الآن العشرين حوالي تمام ما بين الحكومة والولايات والأحزاب السياسية والمؤسسات المدنية المنظمة النسوية كلهم يكونوا وفيهم الجهات العلم وكذا عشان كلنا العمود المزارع المهني قطاع نتمنى انه يولي فرصه انه يشتغل بافضل مع الشباب من السوق بتاع قدام توقيع عام متاكد لكن احنا بنقدر انه يعني فرصه لانه نحس كوزاره الماليه والاقتصاديه دوبنا في ميزانيه 2021 ودينا الصيانه اللي بيجيبها عمر كنت في موازنة تكون موازنة صفقها من الجميع احنا من اختيار اقول مؤتمر اقتصادي حيثي نضع نهضة قومي يا اعتراب النظائد اتمنى الجميع في طريق طرق ولا يعني في الاجهزات اللي هم طبعا اخوان يعني يقوموا اكثر جلسة هي أنا بحث عن عندي مع شيء في كل أسئلة مفتوح زار سؤال أي شيء جوان أمره شكرا كثيرا شكرا للدكتور أحمد على هذه الدمارية أيضا أرحب بضيفة عادل الله ممثل قوة اللجنة التحضيرية مؤتمر الاقتصاد القومي وأيضا أن أرحب الدكتور عبد المنصور الدول سلمى مواد كبيرة الإخوة السعوديين المتعلمين لأنهم أيضا موقف مؤتمر يتحمل المؤتمر الاقتصادي على الانترنت و في نحل كم السودان عادت عزت في جميع المؤتمر وفي جديد دعنا لك جميع المؤتمر الأوروبي وصل وضع في جديد الآن أنا للبروفيسور محسن صالح لجنة التحضيرية للمؤتمر تفضل بروف جزيلا نتوقف على الشهداء ونشهد المرضى وعمر ودي انهم اتبعوا كده مين هي تكون بالضبط مختلف عن قبل 30 كل لان تعتبر مسيره طبعا حتى الجلس عبر يعني مثلا حاول ما حد كلام بس ناقش تاريخ وقوة
الهيبة وأن يجعلنا معنا الثراء وقيمة الثقافة والمسلمين واحد متكبر بالمسلمين عنده كامل للمسلمين يعني واجب القرار الحكومي في الجلسة العامة اللي هي الجلسات المالية العامة ما كان يكون في جو الديمقراطية اللي يقول الناس بحياة الله نحن عليها دي مهمة نشاهد. طيب أولا هتكلم عن أهمية المؤتمر بعدين عن كلو كلو الدكتور حي في المؤتمر أكبر الاهتمام أخوان هو عن هي مبنى وحاجة يعني الاقتصاد السوداني هذه أكيد مثل فقر التضخم اللي عايزين من حين دي وإن في المشكلة دي إنها غنية موارد إحنا أول شيء الاقتصاد لأن العلاج غنية موارد طبيعية والبشرية وخوف الطاقة شيء سيتخلف وقلب للمحكمة لسنوات لكن راح يكا عمالة المشرية أولا تفضل الأمر للمتعلق وعيد المعيد مثلا المالية دي هنا مسقوم وصرف عفو بتفصيل وحدوه متخصصين برضه راي سعر الصيد ما شنو اشياء يكون لكن باني من نقدر نقول النهاية رج بنك السكان أو الجامعة العربية واجه هؤلاء الناس المتخصصين الناس المصدر في مخه يكون حال أهم أفضل اللي هي الثيسيس يعني بننتقل مستوى عام بشكل يبقى الموظف بتاع هذه المواجهة اللي ما لما خلصت الإيميل ترى بصوت بعد تطلع جاتنا 80 هي مناخ زي ما قلت مهدا عشان ناقش ندي طيب بس ما قلت غني بالمد إنها غير إن عن مزيف من مدفع عن هم مضارع ناشر على مختلف العرض طب تعاني في مواضيع كده المشكلة بتاع الهندسة هناك واحد قسم الشروع لورينز جينار كينز أيام الكساب العظيم أوروبا وأمريكا مصنع قفل والبطالة وبصنع أنك طلب قال تدرب ثم in the midst of the from نحن فقط ضم أفرة لكن مختفرة وفرة ما اشتغل وفرنا مصاري مصاري مع ولا أنو شخص مرابط وكلام طيب فإنكلت عنا بدعوة يومية اللي تخلقنا الجامعة والبيت ضيف على سنين وشغل الآن المنطقة أيضا أهدو قبل اللي موصي المنطقة أيضا
تكون نفسه ورشه ما بدي بعد اول ما اشوف حضرتك السودان اللي هو ورش هي كل لكن تحت مشي المرة وهم سياق بعد نقاش راقي جدا. أنا حضرت نقاش راقي يعني في مهندسين يعني استقى يقول على زوري تايرد معاش ولا شو معاشين بيجوا بيرفعوا مستوى النقاش. مشكلة الزمن. طيب خلاص انا معها طويل. طيب فدي فعالية. في فعالية ثانية اللي هي الجلسة حوارية اللي هي دي هنعملها بعد بالنسبة للدعم اللي هو افتكر دكتور حريكة دايسي جميل جدا اللي هي دافوس تايب. يعني جلسة زي بتاع دافوس لو شفتها في التلفزيون ناس دافوس كانوا بيجلسوا كده بناقشوا قضايا معينة. عندنا جلسة حول الدعم. الدعم وانواعه واشكاله برضه حيحضروها ناس حتكون فيها نقاش وتكون محضوره. دي فعاليه برضه. فدي ثلاثة فعاليات ذكرتها لكم اللي هي الجلسه العامه الجلسات القطاعيه والورش القطاعيه والجلسات اللي هي بتاعت دافوس تايب. ما اظن عندنا وقت نفكر في وحده ثانيه زي حول موضوع ثاني تكون دافوس تايب. دي شيء كان لازم اذكره. طيب بالنسبه للوزارة الماليه مثلا بنك السودان نحن ما تركنا عشان قلت لك ما يكون المساله حكومه بتتكلم. اديناهم توكينج بوينتس قلنا دي عناصر اساسيه للورقه يجب ما بنأمر نحن وزير انه لازم يتكلم في المواضيع دي لكن قلت له يراغب ودراغب بريفير ذات لا تخفى رايها شنو او اذا احيلت لها مساله اداره المال العام الشكل اللي بتقترحه شنو يعني الشكل المناسب شنو يعني نو ايفيجن ما في زول يزغلين يزغلوا المشكله ده بلدنا يعني ما دارين زول يغطي لنا دي بيجي بالطريقه بتاعت البشير وجماعته. سالناك سؤال او ما كان ما سالناك نحن بيسالك واحد من السته المتحاورين معك اللي هم قلناهم من الحريه والتغيير وغيره وخلافه. فبيحصل مش يعني ما عمليه بتاعت حصار ولا هنا لا لكن عمليه بتاعت نثير القضايا المهمه جدا عشان يكون نقاش صريح وواضح. فارسلنا نحن مع الخطاب الدعوه مثلا لبنك السودان اسئله في شكل نقاط. انا واحد من الاسئله اللي بساله انت اللي هي الفلو اسمه التعويم المدار مانج فلوت التعويم المدار بتاع الجنيه السوداني هي منتهجين سياسي اسمها التعويم المدار مانج فلوت وبيستعمل حاجه اسمها بيجز مثبتات. المثبتات دي في الليترتشر الاقتصاديه ممكن يكونوا كرولينج بيجز او بيرمننت او ستيبل بيجز. سؤال انت بتحدد سعر الصرف بتاع الدولار الجنيه كيف يا بنك السودان؟ وريني لانه الدول الثانيه انا عارفها بتحدد كيف سعر الصرف في اطار اللي هي التعويم المدار مانجد فلوت
انا بتصادر عندي كلمتين. طيب بتعملها كيف الان؟ فعاليه السياسه النقديه بتاعتك فيما يختص بسعر الصرف بتقيسها بتين بتغير سعر الصرف. These are important questions. بعدين ايه حكايه السعر الموازي اللي هي بيحددوا لنا الصعاليق اللي في الليل بتحاولوا في السوق ديل تجيب دمع السعر الرسمي وتقول لي ده دش ده لا لو ده ربش. الحمد لله انا ما ماشي لهم ما حضر البتاع دي، لكن people have to be very clear about it. لو ما بتعرف فوت والله البلد ما منضيع اكتر من كده. ما بتعرف فوت امشي. انا قريت بعض الاصدارات اللي حتكون في المؤتمر، لكن ما داير حس دي بفور هاند اقول حاجه عنها. نحترمه جدا جدا. فيبقى نحن يعني انا صغت الاسئله بالمناسبه والزملاء باغلبيتهم وافقوا عليها وارسلت عشان يكون النقاش صريح عشان يكون اوبن وكده. عندي نقاط تانية لكن عشان ما زهجكم اكثر اجيب عشان الباشمهندس قال لي اجيب. طيب مرحبا بكم مرة أخرى، ولا يفوتني أيضا أن أرحب بالمهندس هاشم مطر رئيس الاتحاد السوداني لأصحاب العمل الذي قدم دعما سخيا لقيام هذا المؤتمر ولا زال يدعمه، مرحب به. والآن نقدم لكم الدكتور عدم الحريكة المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء ومقرر اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاقتصادي القومي. مرحبا دكتور عالم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله، والشكر والتقدير لسونا. أنا كلامي حيكون مختصر شوية، وعايز أتكلم بس عن مميزات المؤتمر دي وتوقيت المؤتمر. أولا زي ما ذكرت الدكتورة هبة وزيرة المالية، كان المفترض أن ينعقد هذا المؤتمر في الربع الأول من هذا العام، لكنه تأخر بسبب كورونا. المؤتمر هذا يمثل فرصة كبيرة جدا، كل السودانيين هامين الوضع في السودان ومدركين للتحديات ومدركين لمعاناة المواطن والفرص الضائعة على الوطن منذ الاستقلال. فالناس كلها عندها مساهمات وبتتكلم عنها، فالمؤتمر ده يمثل فرصة. واللي ما بيقدر يتكلم في الورش القطاعية 15 التي بدأ انعقادها منذ أكثر من أسبوع، وفي الجلسات المؤتمر الرئيسية 9 اللي ما بيقدر يتحدث فيها كلها إن شاء الله. برضو نحن عندنا صفحة على الإنترنت، الناس ممكن ترسل مقترحاتها وترسل آراءها ترسل أوراقها ونستفيد منها، ويكون عندنا مكتبة كبيرة جدا في هذه الصفحة. ما هي المميزات الأساسية لهذا المؤتمر؟ أنا بفتكر أنه بالإضافة إلى أنه بيتيح الفرصة للناس من القطاعات المختلفة، من الحكومة، من القطاع الخاص، حرية التغيير، المؤسسات الاجتماعية المختلفة والأقاليم أيضا، سوف يكون لها مشاركة كبيرة في هذا المؤتمر. والمؤتمر دي ما بيمثل نقطة واحدة من عملية مستمرة. العملية المستمرة دي فيها شنو؟ يا جماعة السياسة الحكومية هي ما نقطة واحدة وانت بتقيف وخلاص. هي عملية بتخضع للتقييم وللتطبيق وإعادة التقييم والتعديل إن وجب الأمر. ففي هذا الإطار عندنا المؤتمر الاقتصادي. عندما تأخر هذا المؤتمر الحكومة لم تقف مكتوفة الأيدي. حقيقة اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية جمعت حوالي 100 خبير برضو من الحكومة، القطاع الخاص والحرية والتغيير، ناقشوا القضايا المستعجلة
وخرجوا بتوصيات مهمة جدا، بعضها وجد طريقه للتطبيق، بعضها لا زال تحت الدراسة، وبعدها سوف يطبق في المدى القصير، وبعدها سوف يطبق في المدى المتوسط. واعتقد أن جميع هذه التوصيات ترتبط أيضا بما سيناقش في المؤتمر، وأن كثير من السياسات قد تم تطبيقها. نحن لم نبدأ بعد المؤتمر، فالمؤتمر بيتعطينا فرصة لتقييم ما تم تنفيذه، والاتفاق بصفة عامة. طبعا في الاقتصاد للأسف لا يوجد اتفاق شامل على أي حاجة، نحن عارفين الحكاية دي، يعني الحكومة القطاع الخاص داخل الحكومة لو جبت اثنين في حد أدنى بيتفقوا عليه، لكن في قضايا لا يتفقوا عليها من حيث المحتوى، من حيث التوقيت، من حيث كده. لكن المؤتمر بيتيح لنا فرصة أننا نناقش هذه القضايا التي نتفق عليها والقضايا التي نختلف فيها، ونضع منهجية لأنه كيف ندير اتفاقنا واختلافنا ونطلع بقرارات تفيد البلد في المستقبل القريب إن شاء الله. الشكل التنظيمي للمؤتمر تحدث عنه السيد رئيس اللجنة التحضيرية، وأنا عايز أقول أنه المؤتمر بيتيح لنا فرصة أيضا لجماعة شباب الثورة دي، عايز أركز على النقطة دي بالذات، دي ثورة الشباب، وأنا سعيد جدا. أنا من جيل الشباب اللي طلعوا مظاهرات في أبريل 85 وكنا طلاب في الجامعة وكذا، لكن الجيل هذا الجيل الجديد جيل ثورة ديسمبر 2018 هو جيل مختلف، وجيل يفكر بعقلية مختلفة، وجيل هو اللي جيل اللي حيوفر لنا الفرصة للانقطاع عن الماضي. صحيح نحن الماضي نستفيد منه وهنالك ما يفيدنا كثير من الماضي، لكن ماضي الفشل وماضي التخلف الاقتصادي وماضي الحروب الأهلية وماضي النزاعات التي لا تفضي إلى شيء، هذا الماضي نريد أن ننقطع عنه، وهذا الجيل هو الجيل الذي سوف يساعدنا على الانقطاع عن الماضي الذي لا نريد. فنحن أتحنا لهذا الجيل على وجه التحديد بالإضافة للمشاركة في كل الجلسات وفي الورش القطاعية 15، نحن أتحنا له فرصة لورشة عمل خاصة به قامت بإعدادها وزارة الشباب والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع بعض الجهات، وهي سوف تنعقد على مدى يومين تقريبا 14-15 هذا الشهر. وأتحنا له أيضا فرصة لحلقة نقاش داخل المؤتمر الرئيسي، الحلقة الرئيسية، بالإضافة إلى مشاركتهم في الجلسات المختلفة. فدي من ميزات المؤتمر دي أيضا، أن يكون الشباب مشاركين مشاركة فعالة ولهم دور كبير جدا في النقاش وفي مخرجات المؤتمر. طيب علاقة المؤتمر ده بالأطر الأخرى التي تعمل فيها الحكومة من أجل تطوير السياسات، المؤتمر ده بيجي في وقت الحكومة بتعيد خطة متوسطة المدى، خطة تنموية متوسطة المدى. هذه الخطة تركز أساسا على التركيز الاقتصادي، لأن احنا لما يكون عندك تضخم بالمعدلات اللي عندنا وبطالة في نفس الوقت، انت محتاج تركيز اقتصادي يساعدك على استقرار أسعار بصفة عامة وسعر الصرف بصفة خاصة. وفي نفس الوقت نحن أيضا لا نقف مكتوفي الأيدي من حيث الإنعاش الاقتصادي وإعادة تأهيل المؤسسات الكبيرة وعلى رأسها المشاريع الزراعية وإعادة تأهيل الميناء وغيره. فالمؤتمر بيفيد هذه الخطة التي بدأ العمل فيها وتشارك فيها كل الوزارات بالإضافة إلى قوى الحرية والتغيير والقطاع الخاص. أيضا المؤتمر بيمثل عملية مستمرة من حيث الإصلاح الهيكلي الذي بدأته الحكومة، الإصلاح الهيكلي الذي أدى إلى اختلال كبير جدا في ميزان المدفوعات. نحن بنصدر يا جماعة حوالي 4-5 مليار لمدة طويلة جدا، ما قيمته حوالي 4-5 مليار دولار، لكن بنستورد ما قيمته 10 بتتفاوت من سنة لسنة 10-15 مليار.
عندنا عجز في الميزان التجاري أكثر من 5 مليار دولار، بين 5 إلى 8 مليار في ال 15 سنة الفاتت. وأنا بقول 15 سنة الفاتت لأن ال 15 سنة الفاتت كان فيها اختلال في السياسات، بدأت خاصة في العام 2005 عند رفع قيمة الجنيه السوداني من حوالي 3.67% جنيه للدولار إلى 2.05 جنيه للدولار، ودي شجعت الاستيراد على حساب الانتاج والاستثمار الداخلي، وشجعت وقللت التغريب. طبعا كانت ضد التصدير بصفة عامة وضد الانتاج داخليا، وفي نفس الوقت لم تساعدنا طبعا في بناء قاعدة للضرائب والإيرادات الحكومية، وبالتالي نحن بقى عندنا عجز متزايد في الموازنة العامة للدولة. هذه اختلالات كبيرة جدا، هذه الاختلالات يجب أن تعالج بسياسات هيكلية الحكومة بدأت فيها، من بين سياسة سعر الصرف، سياسة تمويل الموازنة العامة والعجز وتشجيع الصادرات، والنظام السياسة المصرفية والتمويلية، وإدارة التجارة الخارجية من حيث الصادرات والواردات. فالنقاش سوف يكون مستمر في موازنة 2021 كما ذكرت السيدة وزيرة المالية، سوف تستفيد كثيرا من هذا المؤتمر، وأنا أحب أتوقف فينا، وشكرا جزيلا. مرحبا. المتحدث التالي في هذا المؤتمر الصحفي هو المهندس عادل خلف الله، ممثل قوى الحرية والتغيير في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاقتصادي القومي. فضل باشمهندس. بسم الله الرحمن الرحيم. أجدد التحية بسونة لتنظيم هذا المؤتمر الهام. التحية للحضور الكريم، والتحية للوزارات اللي يعني عقدت مع أصحاب الشان حتى الآن الورش الخمس، كامتداد لعشرة ورش متبقية، وحقيقة متابعات أكدت إنها كانت مناقشات سرة وخرجت بتوصيات في غاية من الأهمية. التحية أيضا خاصة للإخوة وهم مشاركين أيضا في المؤتمر أصحاب العمل، لأنهم أبدوا دعم لا يقدر بثمن كتمهيد لإنجاح المؤتمر، خاصة وأن المؤتمر منعقد في ظروف اقتصادية في غاية التعقيد، وواحد من مستهدفاته أنه يجد معالجات لهذه التعقيدات. وعلى هذا الأساس رفعت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاقتصادي شعار إنجاح المؤتمر بأقل تكلفة وبسياسات تقشفية. الخطوات الجارية حتى الآن تأكد ده، ونتمنى بقية الورش وبقية الأوراق تحقق قيمة مضافة في إيجاد حلول للاقتصاد بأقل تكلفة. يعني جزء من التوصيات رفعتها اللجنة التحضيرية للمؤتمر للورش القطاعية في أنهم يحاولوا بأكبر مشاركة واسعة، لكن يختاروا وقت مناسب يقلل من الأعباء المالية يعني يكون مثلا المناقشة في وقت ما فيه وجبة عشان ما نقلل الوجبات، وإذا في وقت وجبة يعني ندعوكم أنه داري يشارك في ورش يجي دي تكون واحدة من المشاركات الفعالة. سونا زي ما تفضل الأستاذ محمد عبد الحميد والدكتور حبيكا، عقدت وعملت صفحة أو موقع، وده كان من مقررات اللجنة التحضيرية، القصد منه إضفاء ميزة أشار لها البروفيسور عبد المحسن صالح رئيس اللجنة التحضيرية في أنه المؤتمر ده واحد من مستهدفات أنه يتميز، ما دام أول مؤتمر اقتصادي ينعقد سواء في فترة انتقالية أو في ظل الأنظمة السابقة. لكن يعني الغيمة بالنهاية في أنه كيف يعني الجهد اللي يبذل يصل لتوصيات قابلة للنفاذ بأوسع مشاركة. وبالتالي المقصود من هذا الملتقى المنبر ومن الموقع
على الانترنت للمؤتمر الصحفي مزيد من إتاحة فرص واسعة لكل الراغبين في المشاركة بالرأي أو بأوراق أو بملاحظات. ودي المغزى الثالث من المؤتمر، في أنه المستهدف من المؤتمر ده عشان ما يكون بقدر الانتفاضة وعزمتها، وفي نفس الوقت بقدر التحديات اللي مواجهة الاقتصاد السوداني، أنه تكون المشاركة فيه واسعة ونوعية، عشان خلاصته تكون أولا معبرة عن إنها فيها استجابة واعية للتحديات اللي بتواجه الاقتصاد السوداني، اثنين فيها قطعية عن السياسات اللي وصلت الاقتصاد السوداني إلى هذا الدرك السحيق، ثلاثة خلاصاته تعبر عن القوة الاجتماعية اللي فجرت الانتفاضة حتى تكون المدخل للاستقرار السياسي في البلاد هو القاعدة الاقتصادية والاجتماعية المعبر عن السواد الأعظم للانتفاضة الشعبية. المؤتمر كان المأمول أنه يعقد في نهاية مارس، عشان ما يتم التعجيل تم في بعض البنود المتعلقة بموازنية 2020، لكن تأخر بسبب عدة مداخلات رب ضارة النافعة كما يقال، يعني انه كيف تأخيره ده يخلي انه توصيات والمناقشات والمداولات التامة تساعد في انه ميزانية 2021 تكون مجاوز للضعف اللازم ايراداته وتعاظم ايراداته، اضافة الى العجز في الميزان التجاري اللي تفضل بالاشارة له دكتور ادم حريكة المستشار للسيد رئيس الوزراء. المؤتمر طبعا بينعقد تحت شعار نحو الإصلاح الشامل للتنمية الاقتصادية المستدامة، وصحيح يعني أخلاقيا نحن ملتزمين بأننا يعني نمد مساهماتنا في حدود الفترة الانتقالية، لكن بصيرتنا عليها أنها تمتد لأفق أوسع، باعتبار أنه المأمول من المؤتمر بعد تأجيله لهذا الوقت في أنه يضع الأساس العلمي والأكاديمي والمؤسساتي والتشريعي لانطلاقة للاقتصاد السوداني، يجاوب على التحديات الرئيسية الموجودة سواء من خلال أوراق المؤتمر وتوصياته أو من خلال الموازنة بتاعت 2020. من السهل جدا أنه زي ما أشار بروف عبد المحسن أننا نرصد أهداف، ولكن الأهداف عشان ما تكون واقعية وممكنة لابد أننا نربطها بأننا نوفر متطلبات وإمكانيات تحقيقها، وده طبعا يعني واحد من المستهدفات الرئيسية لانعقاد المؤتمر، أنه ما يكون مؤتمر مع التقدير يعني مترف في الأماني أو غارق في التصورات الأكاديمية. الانتقالية والمدى الأوسع من ذلك عشان ما نجد معالجات ممكنة وحقيقية للاقتصاد السوداني اللي مشاكله معروفة ما داير أخوض فيها. المؤتمر أيضا في ظل المشاركة الواسعة الوسمة الانتفاضة بتاع ديسمبر هو ملحمة في إطار اليوميات بتاعة الانتفاضة، وبالتالي المشاركة فيه إضافة إلى مؤسسات الدولة والمؤسسات البحثية والعلمية وقوى الحرية والتغيير الضمانة الأساسية لنجاحه، إضافة لمساهمات القطاع الخاص، مساهمة المرأة، مساهمة الرعاة، مساهمة المزارعين، مساهمة الشباب، ومساهمة النازحين وكل من تضرر من استمرار حرب جاوزت
في السياسة. وبالتالي المؤتمر هو دعوة لأننا نتوافق لرؤية وطنية تعبر عن استيعابنا عن متطلبات المرحلة الانتقالية وأولوياتها، بعيد عن آرائنا يعني المسبقة والحلول الجاهزة والتصورات العقائدية لهذا الحزب أو لتلك الجهة. فالمؤتمر دعوة حقيقية للوفاق الوطني عشان ما نصل لرؤية وطنية سودانية تنطلق من الاعتماد على الذات ومن مقدرات الاقتصاد السوداني التي لا تقدر بثمن كما أشار لها. آخر نشرة طالعة من البنك الدولي وضعت السودان في قائمة أغنى اقتصادية 10 اقتصاديات دولة في العالم. اقتصاد السودان ما يزال بكر، ما يزال عضوي، وبالتالي هو بيحتاج لأننا نحشد الموارد بإرادة وفاقية وطنية عشان ما ننقله. وهذه النقطة الأخيرة داير أختم بها كلامي، إنه المؤتمر المأمول منه إنه يكون رافعة واحدة من مهماتها تنشل الاقتصاد السوداني والمجتمع السوداني شهداء ومصابين وجرحى. فده واضع علينا مسؤولية كبيرة في انه نحن يعني لازم نكون على قدر الحدث. نحن تداعينا يعني باللغة الدارجية عشان نقعد واطة عشان نحل مشكلة البلد. مؤكد المؤتمر الاقتصادي برضو نجاحه هيكون بداية لمؤتمرات أخرى لمعالجة قضايا أخرى يعني، لكن مؤكد أن الهم الاقتصادي هو يظل يقبع في أعلى القائمة للأولويات نسبة للضيق والعبء المعيشي الحاصل الآن، نسبة للوضع المتردي تماما. نحن يعني درجنا أنه نقول دي تركة والورثة بتاعت العهد السابق والنظام البائد وكده، لكن مؤكد دي الشماعة دي ما حتظل طويلا يعني، لابد أن نعمل يعني صحيح يعني لكل زمان رجال يعني. فأنا أتوقع أنه رجال بقامة البروف عبد المحسن ودكتور آدم حريكة والمجموعة والبشمهندس عادل هم قادرين بأنه يعني يضيفوا الكثير الكثير، لكن مسؤوليتكم كبيرة. شدوا حيلكم، شيلوا الشيلة، نحن معاكم قلبا وقالبا، ودائما حتلقونا يعني عند حسن ظن الوطن يعني حقيقة. فنسأل الله التوفيق ونبتدي إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا للإخوة في المنصة وللأخ هاشم. الآن ندي 3 فرص بس أسئلة للإخوة الصحفيين لأنه الإخوة في ارتباط. أنا ببدأ بالأستاذة فاطمة علي سعيد جريدة الصيحة. أنت مالك يا أخي؟ أستفيش شنو يعني؟ مالك يا خالد؟ خالد؟ وهل سيتم تمويله من خزينة الدولة ولا من المنظومات الدفاعية واستثمارات الدعم السريع؟ شكرا. خالد تفضل يا أستاذ. طيب شكرا جزيلا. أنا محمد إسماعيل دبكراوي مركز الحاكم وصحيفة ساتة بوست. أنا عندي سؤالين. السؤال الأول للأستاذ حريكة، هو ذكر أنه هذا المؤتمر سوف يحل كل مشاكل سواء اقتصادية، إلى أي مدى أنت تضمن نجاح هذا المؤتمر؟ وهل سوف يشارك كل أصحاب المشكلة وبالذات تجارة الدولار؟ السؤال الثاني هو صعب شوية للأستاذ عبد المحسن. في سرد حديث وقال حمدوك يعمل شنو؟
انا ما اعرف هل ده كلام سياسي. حمدوك الان هو مزول جلده خراب لكن ينقذ ما يمكن انقاذه. لازم يعمل له موضوع يعمل له مشروع استراتيجي. خير مثال مشروع الجزيره. يعني حمدوك الان هو مزول على الشعب السوداني. بس معليش يعني دي انت ما كنت موفق فيها يا استاذ. شكرا جزيلا. استاذ الفاتح علي. السلام عليكم. فاتح علي وكالة السودان للأنباء. في الحقيقة يا جماعة طبعا زي ما قال الأخ من المنصة قبل فترة إنه ده ما هو المؤتمر ينعقد فيه. مؤتمرات لا حصر لها حصلت في السودان وتوصيات كم هائل من التوصيات، لكن بتبقى العبرة وين؟ في أنه ما في تنفيذ. يعني هل التوصيات دي توصيات هلامية أم يعني مثلا ما في إرادة سياسية لتنفيذها؟ يعني دائما ما بتنفذ، بتكون حبيسة في أضابير وكذا والأدراج. ثانيا كنت أنا بسأل دائما لو متابع في أنه دائما في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في الـ الأوراق يعني اللي بتقدم يعني دائما ما بتكون في توصية في الـ في الـ في مثلا الزراعة بشقيها. يعني لو ملاحظ الحيواني أو النباتي ما عارف ليه يعني ما اصلا ما يعني كل المؤتمرات دي ما بتكون في توصيه في الحته دي. يعني ان احنا بنتمنى يا جماعه انه المؤتمر ده ما يكون مؤتمر الرجل الواحد او مسرح الرجل الواحد، انه تحشدوا لنا ناس خبراء اقتصاديين كلهم متحزبين او ذات لونيات سياسيه محدده وجوه متقرره ومعروفه. فنتمنى انه زي ما قال الاخ تكون في توسع في دائره المشاركه وفيها جماعه خبراء وطنيين لا يبخلوا بالمعلومه والله. لكن ما في ذول قاعد يصلهم ولا بيمشي يوم على اساس انه مثلا هم يشاركوا او يدلوا بدلوهم في حتى زي. شكرا جزيلا. شكرا. منى، استاذه منى. نكتفي بالاستاذه منى دي يا جماعه نسبه لارتباطنا اللجنه. تفضل. السلام عليكم. المصطفى الاهرام. انا بسال اللجنه العليا المنظمه المؤتمر، هل وجهت الدعوة لخبراء يعني عبر منظمات دولية؟ وهل عايزين نعرف ال 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 اللجنة وجهت لخبراء عالميين لحضور المؤتمر؟ وعايزين نشوف حجم التمويل التم من المانحين لدعم السودان، لأن احنا في الواقع بنسمع انه سيد وزير رئيس مجلس الوزراء في زيارات خارجية وتلقى دعومات خارجية من بعض الدول لدعم السودان، ولحد الآن ما في حاجة على أرض الواقع. وانه المؤتمر ذاته في ظل بيتعرف في ظل ظروف معقده يعني حاليا، يعني عايزين نشوف حجم المانحين اللي قدموا لنا من السودان حد الان. شكرا جزيلا. تفضلوا يا اخو في المنصه. طيب انا ابدا بالكلام اللي قاله الاخ عن حمدوك اعمل شنو. انا قلت الاتي. التوصيه، مفهوم التوصيه لاحظتها؟ نحن ما عاوزين نرفع توصية لحمدوك دكتور حمدوك وما يفهم منها انت عاوز هو يعمل لك شنو كحكومة. يعني مش حمدوك، حمدوك ممكن يحول لوزير الصناعة لوزير كده. يعني لازم تكون واضحة واكشنبل. انا قلت اكشنبل يعني يمكن تنفذ، عرفت؟ يعني انا في همني شيء شديد مسألة الدقة حصة والوضوع. مش تقول انا انت ما تقول انا عاوز اعمل كده وكده، قول انا عاوز اعمل كده وعاوزكم تساعدوني يا حكومه في كده، تغير القانون الفلاني لحظه، تغير اسعار اشياء بعد الناس، ترفع الجمارك على شيء حمايه الليل، تحدد حاجات محدده. بيجي حمدوك بيوضح، بدنا وزير التجاره قول له ده حقك، ورينا الى اي مدى ممكن ينفذ تاثيراته السلبيه شنو. يعني شنو بي فيري سبيسيفيك. انا ما اعرف انت فهمتني كيف وكدي، لكن انت فهمتني صح مش كيف. اي سينسير لي هوبس. اتمنى ذلك. انا بدي اخذ لي سؤال ثاني اللي هو بتاع العبره في تنفيذ التوصيات. انا والله بفتكر this is the trickiest part في المؤتمر.
التوصيات اللي بتتقدم دائما انا بيه قلت انه التوصيه لو ما صيغتها صياغه بتاعت انا داير كده عشان اعمل كده هستودينا غشناها في الجلسه بتاعت جلساتنا يعني المختلفه. التوصيه لازم تكون محدده جدا جدا ورياليستيك طبعا واقعيه وخلافه وخلافه. فلكن التوصيات تكون عمليه بتاعت كراسات مليانه كلام نو لا لا لا. عشان كده هنا حتكون عندنا مشكله مش مشكله تاسك عندنا مهمه نقوم بها من انه بعد ما نستلم من الجلسات العامه والجلسات القطاعيه وخلافه التوصياتهم لازم نعمل لها ريستراكشرنج الريفريزنج اعاده صياغه واعاده هيكل التوصيه عشان فعلا نحن حريصين انها تتنفذ. فانا دائما غريبه تجي ذيس ماي كاب اوف تي الحته مهمه جدا بالنسبه لي مساله التوصيات دي كيف نمرقها مننا للناس اللي عندهم القرار التمويلي الخلاف وخلافه قرار التشريعي ينفذوها لنا. بعدين الاستاذ القطاع الخاص انا ما عارف كنت داير اساله يعني بقلبه كده بتاعت انه النظام الجهاز المصرفي بنوك دي ما بتمول ما بتمول مرابحات ما بتمول تمويل يعني تنموي مصانع واقعه ما بدون اي تمويل لانه ما مربحي يقول لي انا اشتري لي انت عاوز تخش معي في مرابحه نحن نشتري قرض انا البنك اشتري قلم ده ب 10 جنيه ونبيعه ب 20 جنيه نكسب معاك ال 10 جنيه فوق. This is a load of rubbish. لابد من اعاده النظر في الجهاز المصرفي. انا مشيت لندوه انا لا قلت لك انا ده رايك انت يعني قطاع خاص ايوه اقرا عن التمويل التنموي للمصارف زيرو زيرو ودي قروش الشعب السوداني عندهم. انا مشيت لندوه يا اخوانا اكسكيوز مي اذا كلامي مزعج خلي لكن انا اقول والله مشيت لندوه عمل اتحاد المصارف حتى اوف اول بليسز سوري طيب بتكلم بسرعه قلت لهم حكيت لهم حكوه صغيره يا ما القروش ما بدوك لا في البنك انت عاوز نعمل كده. طيب نحن قاعدين والله ناس كبار قاعدين كده هنا جانا مدير الفرع شاب صغير يعني كنت درسته ولا قدر اولادي ولا حاجه زي دي قال لنا هي انا عندي 500 جنيه بدي بس ما بديك زياده اكثر من كده ما عجبه الكلام ده يمرق بتكلم معانا احنا ناس كبار. انا كنت بدرس المصارف دي زمن طويل جدا جدا. فانا قمت سكتت لاني كنت عاوز ال 500 جنيه. والله دي كان ده الحاصل. طيب ده البني ادم ده ناسي ان دي قروش اللي بياخذ منها ما هي دي قروش الشعب السوداني. اين تذهب؟ نبدا اسئله يا اخواننا فاندمنتال. قروش هذه المصارف دي لاحظتها حقت الشعب السوداني. توظف تحت اشراف بنك السودان اللي عشان كده انا اضفت كلمه والتمويليه في السياسه النقديه والتمويليه كيف يعني يخط البنوك دي في تراك انه لازم يمول نسبه معينه من تمويلهم يمشي نحو الصناعات ونحو الاشياء زي دي ما يخليه فريلانس. شكرا جزيلا. طيب انا برد على بعض الاسئله بسرعه وبرد بالسؤال الثاني. المؤتمر يحل كل مشاكل السودان يا جماعه ما دايرين عليكم والله في الصحف بتظهر كده عناوين انا لازم اندهش تظهر باسمان احيانا بنندهش ليها. المؤتمر ما حيحل كل مشاكل السودان ولا تصدق اذا زول قال لك بيحل كل مشاكل السودان الاقتصاديه. المشاكل دي في مشاكل انيه في مشاكل متوسطه المدى في مشاكل طويله المدى ونحن دايرين نحل مشاكلنا الاساسيه. البنيه التحتيه دي محتاجه لخمسه لعشر سنوات عشان توصلها للمستوى اللي انت دايره. فالمؤتمر هو بدايه ونحن عشان كده العنوان بتاع الشعار بتاع المؤتمر نحو الاصلاح الشامل والتنميه الاقتصاديه المستدامه. وزي ما ذكرت انا من قبل احنا حنبدا بالتركيز الاقتصادي، بنركز على التركيز الاقتصادي، استقرار الاسعار، استقرار سعر الصرف دي اولويه. ما بننسى المسائل الثانيه الاستثمار لكن الاولويه الان استقرار اقتصادي.
فما بيحل كل المشاكل في نفس الوقت، وقلنا انه جزء من عمليه مستمره لمؤتمرات اخرى. في مؤتمر مثلا احنا بنفكر فيه حول الاداره الاغتصاب، دار له مؤتمر قائم بذاته، القطاع الخاص داير له مؤتمر قائم بذاته، هو بدايه ان شاء الله. ثانيا المؤتمر وميزانيه السلام، عقدنا ورشه عن السلام، لكن عمليه السلام حتكون حتمول من الداخل ومن الخارج. الموازنة 2021 لازم يكون فيها وضع خاص للسلام، تنفيذ اتفاقية السلام، لكن أيضا مؤتمر الأصدقاء السودان الذي عقد في الرياض الشهر الماضي حيستمر النقاش حوله، حول كيفية مشاركة أصدقاء السودان في تمويل اتفاقيات السلام، لكن طبعا لابد أن الحكومة تلعب دورها من الداخل. سؤال سريع عن هل وجهت الدعوة للمشاركين الخارجيين؟ حقيقة نتيجة لظروف الكورونا والسفر وكذا التركيز على المشاركة من الداخل، لكن احنا بنرحب بالمشاركة من الخارج بأوراق يرسلها لنا أفكار، ونحن وصلتنا بعض الأوراق وإن شاء الله وحتكون جزء من النقاش في الورش القطاعية وفي المؤتمر الرئيسي إن شاء الله. شكرا جزيلا. مرحبا. نذكر بأنه هذا المؤتمر الصحفي هو بداية الانطلاقة للحملة الإعلامية للمؤتمر الاقتصادي، للمؤتمر القومي الاقتصادي اللي هو أوريدي بدأ. سيكون هنالك 16 ورشة قطاعية عقد، خمسة منها. الورشة القطاعية دي نفسها هي مؤتمرات متكاملة تستغرق يوم يومين، وتقدم فيه 10 أوراق كثيرة جدا من مختصين وبناقشوها مختصين. وأعتقد إنه هذه فرصة لصحافتنا لتتعرف جيدا وبشكل عميق متابعة الورش القطاعية على اقتصادنا، على بنيته، على مشاكله. لذلك ندعوكم لمتابعة هذه الورش.